اذا ما تعطيه فلوس ياخذك لسجن، يعني حيل حيل تعبانين من هاي الشيء. وماكو ناس تجي تسال علينا تمشي لنا هاي الشغله ابد. انا هسه قبل كم يوم اخوي هم اخذ الدوري الايراني وغرامه 30 ورقه. مو احلى احد يقتلك شلون اخبط حتى سحبتها والله والعبار بالخا خبط ما عندنا دورية ما حد قاعد يقول شنو؟ والله هسه اغلبيه اللنجات كلها باعت حديده تفصيخ ومشبوك. ليش؟ شنو الاسباب؟ ليش ما يطيق؟ ما عندنا مصداق يا عم. احنا ما عندنا مصداق. هذا